السلام عليكم. اليوم نروح لولاية عبو مرداس لنقف على المشروع تاع الإنجاز، المستشفى الجامعي لولاية عبو مرداس واللي تسع ل 240 سرير، واللي نعاود نذكروا يدخل في إطار الخريطة الوطنية للمستشفيات الجامعية ذات 240 سرير، واللي يعني تقررت منذ عدة سنوات لتطوير خدمات صحية ووضع كل المتطلبات نتاع العناية الصحية في متناول المواطن. إذن هذا المشروع نتاع 240 سرير في ولاية أبو مرداس ينضاف إلى مشاريع كثيرة، منها ما تم إنجازه ومنها ما هو قيد الإنجاز، كمثلا مستشفى في البسكرة ومستشفى في المدية، وهذو مستشفيات بنفس المقاييس راح ما زالت قيد الإنشاء، وكذلك مستشفى بالجلفة والأهواط. كل هذه المستشفيات هي ذات سعة 240 سرير، تعتبر مستشفيات جامعية راح قيد الإنشاء، بالإضافة إلى كما قلنا مشاريع مبرمجة في الولايات الفتية في الجنوب الجزائري. إن شاء الله المشاريع هذه البرنامج يكتمل وندخلوا في تحسين وتطوير الخدمات وتطوير الإنسان، وخاصة من ناحية الفورماسيون، التكوين نتاع الطبيب والممرض والشبه الطبي. وبالمناسبة ندير نداء هام وعاجل جدا للمسؤولين العليا في البلاد لإنشاء مدرسة عليا للمهندسين في الميدان الصحي. لازم تكون عندنا جامعة أو كلية أو مدرسة عليا تخرج المهندسين في الميدان الصحي. لازم يكون عندنا الجيني سانيتر، تكون عندنا مهندسين في ميدان الهندسة الاستشفائية أو الصحية، أو يكون فيه عندنا يعني تخصصات في هذا الميدان. تكون عندنا جامعة تكون الإطار العالي، يكونوا مهندسين ودكاترة في الهندسة الاستشفائية، يعتنون ببناء المستشفيات وتسيير المستشفيات، وكذلك صيانة العتاد والأجهزة الطبية وصناعتها وتصنيعها، يعني يكون فيه عندنا إطارات سامية مهندسين في الميدان الاستشفائي. وإن شاء الله تكون يعني النداء هذا الهام أعيده نداء من أجل إنشاء كلية أو مدرسة عليا للمهندسين الاستشفائيين. والسلام عليكم.